هذا العام كان هناك معرض الاختبارات العملية، اختبار عملي حقيقي يجمع من خلاله مثلا في مادة الرياضيات ويجري التجارب في يعني مادة العلوم وما يكون من الفيزياء وما يكون من غيرها من المواد حتى ترسخ هذه يعني المواد في عقله ويمارسها في حياته ممارسة فعلية. الطالب خلال العام يركز على مشروع معين يتقنه وينجزه ويكون هذا المشروع من ضمن سوق النقاط، بما يحصله الطالب خلال العام من نقاط من تفوق من اجتهاد، تجمع هذه النقاط نهاية العام وتصرف له على شكل شيك، يصرف له مال ويدخل إلى سوق المدرسة يشتري ما يريد منها وما يحب. إلينا دعوة من مدير مدرسة مدارس الشام النموذجية لحضور سوق الهدايا الذي يقام في كل عام في هذه المدرسة. أفضل ما يميز هذا السوق هو الاختبارات العملية التي تجسد المعلومات التي يحصل عليها الطالب واقعاً عملياً. جمعت 2040 نقطة واشتريت كوب مي وحبل ولسه عم بشتري.